قضية هذا المعهد. أما الفكرة موجودة بالمعهد وبدونه، وهذه الوجوه البئيسة وعلى رأسها يوسف زيدان وإبراهيم عيسى وإسلام بحيري من 40-50 سنة أنتجوا آلاف الحلقات في سب البخاري، في شتم كتب الحديث، في السخرية من علماء التفسير، في الطعن في الأئمة من الإمام مالك إلى ابن تيمية إلى المعاصرين. ولهذا ليس الآن فقط سيشتغلون، ثم التمويل الإماراتي قائم من 20 عاما، والتمويل السعودي التحق به منذ 5 سنوات، وبقية الدول إن لم تمول لأنه ليست غنية كالبحرين أو الأردن فإنها تحتضن وتنظم وترخص وتمنع التيارات المخالفة. والمشروع كله يمكن أن تعود به المخابرات البريطانية قبل المخابرات الأمريكية، وتعود به إلى القرن الماضي قبل القرن الحالي، عندما قامت بريطانيا بتجنيد باحثين وعلماء شغلهم الشاغل أن يسرقوا من العالم كله المخطوطات الأصلية للبخاري. واشترت المخابرات البريطانية على امتداد القرن 19 ونصف القرن 20 وبأشغال مخابراتية، قد يسأل الإنسان ما علاقة المخابرات بصحيح البخاري، النسخ الأصلية التي توفرت، وسبحان الله استطاعت بعمل دام 150 عاما ومول بملايين الجنيهات الاسترلينية وفي سرية تامة ولم يشغلها عنه لا الاحتلال ولا الحرب العالمية الأولى ولا الثانية، أن تصل إلى الاستيلاء على 5 نسخ أصلية من أصل 6 نسخ للبخاري، ولم تبقى إلى النسخة السادسة. ماذا كانت تريد بريطانيا أن تفعل؟ عندما تسيطر هذه النسخ تظهر فقط النسخ المتأخرة والنسخ الثانوية، ثم تقول البخاري لم يكتب إلا بعد 1000 عام من موت البخاري ولا توجد مخطوطة أصلية، إذا الكتاب ليس له ما يسمى لو برانسيب دو لوثنتيسيتي. ولكن سبحان الله ليس بيقظة المسلمين ولا وعيهم، وإنما صدفة من الله سبحانه وتعالى عالم حديث هندي استطاع أن يصل إلى النسخة الأصلية، وتزامن ذلك موصول المطبعة إلى مدينة جدة سنة 1916، وجاء إلى الحج بكل نية حسنة وهو لا علم له بمخطط الإنجليز، فقام بتحقيق هذه النسخة. وتعلمون أن في الهند مدرسة علم الحديث معاصرة قائم عليها رجال أفداد يمكن أن نسميهم بخاري القرن 20، فطبعها في جدة، ثم أخذها علماء أفداد محققون فطبعوها في القاهرة في مطبعة بولاق في سنة 1942، وهكذا تسربت المخطوطة الأخيرة وضاع جهد الإنجليز. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ولما خرجت إلى المطبعة ثم طبعت في إسطنبول ثم طبعت في كل مكان لم يعد هناك إمكانية للطعن فيها. اليوم كل يتكلم عن هذه المخطوطة وعن عيوبها وعن نقائصها، ونسلم بعيوب ونقائص هذه المخطوطة. هل يمكن أن ترقى إلى عشر معشار عيوب ونقائص المخطوطات الأصلية للإنجيل والتوراة؟ لماذا يستمرون على التشبث بالإنجيل والتوراة كما هو وعلى الدين القائم عليها وعلى حرب صليبية مستمرة وحرب صهيونية مستمرة بناء على نصوص؟ إذا كان بعض العواري في النسخة الوحيدة الأصلية التي بقيت من البخاري فإن مليار ضعف ذلك العوار يوجد في النسخ المسمات أصلية من التوراة والإنجيل. One.